اهلا بكم مشاهدينا الكرام دائما على شاشه قناه النيل للاخبار، ونحييكم بشكل خاص في مستهل هذه الفتره التي نخصصها لمناقشه جمله من اهم الاحداث المثاره على الساحه الان. ما بين منتدى ديفوس الاقتصادي وجهود الحكومه المصريه لكبح جماح الاسعار وتطورات الازمه في اوكرانيا، نخصص هذه المساحه للنقاش والحوار معكم والقاء المزيد من الضوء حول هذه الملفات الثلاثه المهمه. نبدأ ببعض الأخبار التي نطوف من خلالها حول هذه الأحداث. شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة ديفوس بسويسرا، وذلك من خلال الجلسة التي شهدها المنتدى تحت عنوان الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر الأطراف. وزير الخارجية استعرض الرؤية المصرية للمؤتمر الذي يعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وقال إنها تستند إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ التي أعلنت عنها مختلف الدول على نحو يحافظ على هدف خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية. نبقى قليلا مع منتدى ديفوس الاقتصادي العالمي، هذا الحدث الاقتصادي والسياسي المهم. فعلى هامش هذا المنتدى بحث وزير الخارجية سامح شكري مع السيد كريستوف شويزر الرئيس التنفيذي لمجموعة بوستن للاستشارات أحد شركاء الدورة 27، بحث سبل حشد تمويل المناخ ودور القطاع الخاص في العمل المناخي الدولي. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري وزيري خارجية الكويت وقطر، وبحث وزير الخارجية خلال لقائه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر التغير المناخي كوب 27. كما التقى وزير الخارجية نائب رئيس المفوضيات الأوروبية مفوض تعزيز أسلوب الحياة الأوروبية. تناول اللقاء بحث سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والتدريب المهني والتعليم الفني والهجرة والثقافة. ألقت الأزمة الأوكرانية وتداعياتها بظلالها على المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع ديفوس السويسري، فقد ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تقنية الفيديو كلمة أمام المنتدى ناشد فيها المجتمع الدولي بفرض أقصى حد من العقوبات على روسيا. تحت شعار التاريخ يقف عند نقطة تحول السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال، انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي ديفوس لعام 2022، ويعود المنتدى الاقتصادي العالمي إلى منتجع التزلج في الجبال السويسرية بعد عامين من تعليقه في ظل تفشي وباء كوفيد-19، بعدما عقد لقاءه العام الماضي عبر الإنترنت، وبعد 3 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. تقع الحرب والمخاطر التي تطرحها على انتعاش الاقتصاد العالمي في صلب اجتماع لنخب العالم في دافوس. مؤسس المنتدى رحب بمشاركة أوكرانيا كضيفة شرف على دافوس، وذلك في وقت لم تتم فيه دعوة المؤسسات الحكومية ولا الشركات الخاصة من روسيا في المنتدى. عوضا عن البيت الروسي الذي كانت النسخة السابقة من المنتدى تتضمنه، يقام هذه السنة بيت جرائم الحرب الروسية، حيث ستنظم عدة أنشطة بمشاركة شخصية أوكرانية دعما لهذا البلد. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناشد أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس المجتمع الدولي توفير دعم أسرع لبلاده ومديها بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات قصوى على موسكو. يجب فرض الحد الأقصى من العقوبات حتى تدرك روسيا بوضوح وأي معتد محتمل آخر يريد شن حرب وحشية على جيرانه أن عواقب فورية ستلي أفعالهم. وعلى الرغم من أن النزاع في أوكرانيا سيخيم على المنتدى، فإن البرنامج يتضمن كذلك مناقشات حول مواضيع شتى تتراوح بين عالم ميتافيرس والتغير المناخي والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مرورا بالمخاوف من أزمة غذائية عالمية. بالتأكيد المنتدى يعقد هذا العام في ظل جملة من التحديات، لعلها تحديات استثنائية، ما بين تطورات الأزمة الأوكرانية، ارتفاع نسبة التضخم بشكل لافت للنظر على امتداد، يعني وصل إلى نسبة لم تصل إليها على امتداد عقود في الاقتصادات الرئيسة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية،
أيضا التحورات المرتبطة بفيروس كورونا وتداعياته إلى غير ذلك. فبالتأكيد هناك ملفات رئيسة غاية في الأهمية، كيف سيتعاطى معها هذا المنتدى؟ دعونا نطرح بعض التساؤلات فيما يتعلق بأجندة المنتدى وأيضا بهذه الملفات مع ضيفنا الكريم دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور كريم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إلى أي مدى المنتدى في دورته هذه تعتبر ما يمكن أن نسميه دورة استثنائية من حيث التحديات والملفات التي يناقشها المنتدى؟ طبعا هي بالفعل كما أشرت حضرتك هي دورة استثنائية لسببين. السبب الأول وهي انعقادها بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا. الأمر الثاني طبعا أن هذه الدورة هي رقم 51، وبالتالي طبعا على مدار ال 51 دورة سابقة لم يشهد أو لم تشهد دورات هذا المنتدى هذا الكم من التحديات التي يشهدها هذه المرة. نعم، إذا ما بدأنا ببعض هذه الملفات يا دكتور كريم للاستماع لرأيك فيها وكيفية تعاطي المنتدى معه، نبدأ بارتفاع نسبة التضخم في الاقتصادات الرئيسة. هذا التضخم الذي وصل إلى نسبة هي الأعلى منذ عقود في هذه الاقتصادات بما فيها الولايات المتحدة. هو طبعا يعني المنتدى بيتناول العديد من القضايا والتحديات التي أصبحت بتهدد وبتواجه كافة شعوب العالم، سواء نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية من ناحية أو نتيجة ما سبقها من أزمة جائحة كورونا. لعل طبعا أهم وأبرز هذه الملفات اللي بيناقشها هي أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم وقضية الأمن الغذائي، لأن طبعا معدلات التضخم وصلت في العديد من الدول إلى معدلات تشير بالخطورة القصوى، ليس فقط على مستوى الاقتصاد ولكن أيضا على قدرة الأفراد والشعوب على توفير متطلباتها واحتياجاتها الأساسية. ارتفاع نسبة التضخم في رابط ما بينه وبين الأزمة الأوكرانية يا دكتور كريم؟ هو بالطبع اللي احنا نتحدث عن دولتين روسيا وأوكرانيا وارتباطهم بالعديد من دول العالم نتيجة الظروف التي فرضتها العولمة، ولعل هذا المنتدى يشير إلى هذه النقطة وهو تأثير العولمة على الأزمات، وأن العولمة أصبحت بتضع العالم كله في أزمات واحدة موحدة لا مفر منها. طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية ترتب عليها ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة وأنهم دولتان بيصدروا ما يزيد عن ثلث المحاصيل الزراعية وإنتاجيات الدول منها لتصل إلى أقل من النصف تقريبا. لكن كان التضخم قادم لا محالة بغض النظر عن الأزمة الأوكرانية من عدمها، ولا الأزمة يعني عمقت من ارتفاع نسبة التضخم في هذه الاقتصادات؟ لا يعني خلينا نقول ان جائحة كورونا الدول خلال جائحة كورونا استطاعت الى حد ما السيطرة على معدلات التضخم، وكان المفترض انه بعد جائحة كورونا ان تشهد معدلات التضخم تراجع نسبي، الا ان جاءت جائحة الأزمة الروسية الأوكرانية والقت بظلالها وعجزت الدول على القدرة على التعافي من جائحة كورونا، ولعل هذا هو ما ترتب عليه استمرار في توقف سلاسل التوريد والإمداد اللي تبعه طبعا ارتفاع في معدلات التضخم. طيب احنا طبعا تابعنا اقتصادات رئيسة كاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت مع مسألة التضخم برفع نسبة الفائدة. كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أيضا وعدت برفع سعر الفائدة في يوليو وسبتمبر المقبلين، هل هذا هو الحل الأمثل بالنسبة لهذه الدول للتعامل مع مشكلة التضخم؟ لا، هو بالطبع يعني أنا أرى أن رفع نسبة الفائدة بصورة متتالية هو ليس هو الحل الأمثل، هو حل يعني شبه جزئي أو شبه مسكن مؤقت لعلاج مشكلة التضخم التي بيشهدها العالم وتشهدها الاقتصادات العالمية، ولكن أرى أن هناك لابد أن تكون هناك حلول جذرية أخرى بخلاف رفع معدلات الفائدة. على سبيل المثال لابد أن يكون هناك تكاتف من مختلف الدول بأن تكون سداد مدفوعاتها بقيمة غير الدولار الأمريكي، بأن تكون مدفوعاتها لكل دولة وفقا لعملة هذه الدولة، هذا بيحافظ على العملة المحلية من ناحية وبيقلل الضغط والطلب على الدولار،
وبالتالي يكون في تراجع نسبي في ارتفاع اسعار السلع المربوطه بالدولار واسعار النفط كذلك. لكن هذه الخطوه اتخذتها بعض الاقتصادات الناشئه او في مرحله النمو، حركت ايضا سعر الفائده. يعني هي طبعا لازم لابد ان يكون هناك تكاتف جماعي لتقليل الطلب على الدولار وتقليل تاثيرات او تداعيات هذه الازمه على اسعار الطاقه واسعار السلع الاساسيه. الدول بالفعل بدات في هذا الامور ورفعت الفائده لانها لن تجني بعد ثمار ما قامت به من سداد مدفوعاتها او مشترياتها من دول اخرى بعملتها. هل تعتقد انه يعني من هامش ايضا تحذير لرئيسه البنك المركزي الاوروبي كريستين لاجارد تقول انه الازمه الاوكرانيه او الحرب الروسيه الاوكرانيه انها تكون نقطه فاصله للعولمه المفرطه فيما يتعلق بالتضخم وهذه الازمه، هل تعتقد انه واشاره حضرتك منذ قليل انه يجب ان يكون هناك مرونه لوجود عمله غير الدولار الامريكي تكون مهيمنه على التعاملات الاقتصاديه العالميه، هل تعتقد حضرتك انه من الممكن ان يفكر العالم بالعوده مره اخرى للتعامل بالذهب والفضه كما كان الحال قبل يعني هيمنه الدولار الامريكي على التعاملات الاقتصاديه العالميه؟ يعني انا كنت اشرت في مقال سابق خلال جائحه كورونا الى اقتصادات ما بعد كورونا، اشرت فيه الى ان لابد من تفتيت العولمه، ان العالم بعد كورونا سيشهد تفكك فيما يربطه من روابط فرضتها عليه العولمه على مر سنوات طويله. اليوم بنؤكد ذلك خاصه بعد الازمه الروسيه الاوكرانيه وما ترتب عليها في تعطل سلاسل التوريد والامداد وتعطل ايضا خطوط الانتاج في مختلف دول العالم. العالم اصبح الان ينظر الى ما بعد ذلك. الفترة القادمة ستشهد أرى ولو تفتت جزئي فيما فرضته مفاهيم العولمة على اقتصادات الدول، ستشهد تكتلات اقتصادية وتجارية وصناعية جديدة قد تكون لم تشهدها من قبل حتى في ظل العولمة. طيب نقطة أخيرة دكتور كريم لعله من المفيد أن أسمع لرأيك فيها بزاوية اقتصادية من وجهة نظر اقتصادية بعيدا عن السياسة. روسيا استبعدت من هذا المنتدى هذا العام، هل هذا القرار قرار صائب؟ أوكرانيا طبعا حضرت، استبعاد روسيا وعدم النقاش معها هل تراه قرارا موفقا؟ لا، يعني أنا أرى أن روسيا هي جزء كبير ومؤثر في الاقتصاد العالمي، جزء مصدر لأهم السلع الغذائية والطاقة لمختلف دول العالم خاصة أوروبا، وبالتالي تهمشها أو إبعادها عن هذا المنتدى أرى أنه ليس القرار الصائب. كان لابد أن تحضر وكان لابد أن تطرح وجهة نظرها، ولعل أن يكون كان هذا المنتدى فرصة إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول مشتركة خاصة في ظل هذا الكم من رؤساء الدول والوفود الكبرى على مستوى السياسة والاقتصاد الحاضرة فيه، فكان لابد أن تكون روسيا حاضرة على طاولة هذا المنتدى. أشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية متحدثا إلينا عبر الهاتف من القاهرة. نتحول بكم إلى واحد من الملفات المهمة الأخرى المثار على الساحة فيما يتعلق بالشأن المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي بمنطقة الضبعة بالأمس إن الدولة مسؤولة بجميع مؤسساتها إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والأسواق مسؤولة عن السيطرة على أسعار المنتجات بالقدر الممكن حتى نهاية هذا العام أو إلى حين انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. لأن احنا مسؤولين كدولة يا دكتور مصطفى على أن تفضل المنتجات متسيطرة على أسعارها ما أمكن حتى نهاية هذا العام. حتى نهاية هذا العام. نهاية هذا العام إن شاء الله. وجهدنا مع بعضنا كلنا كمؤسسات مع مجتمع مدني مع الغرف مع الأسواق لا ينتهي حتى تنتهي الأزمة دي بتداعياتها. وخلال مداخلة أثناء افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي بمنطقة الضبعة أشار السيسي إلى أن رؤية الدولة تبنى على استراتيجيات ودراسات متكاملة لتواكب التحديات على مدار 50 عاما. وعشان كده بقول لينا كلنا حتى احنا دلوقتي في نقاش بيتم في البلد وفي حوار يعني في حراك كبير جدا جدا واحنا سعداء بيه، لكن بقول لكل اللي بيسمعني
من فضلكم. الدولة حاجة تانية، الدولة كلامها حاجة تانية، وإجراءها عايز كتير من الفهم والدراسات عشان تقول اللي انت ماشي فيه ده ناجح ولا لأ، يتوافق مع التطور اللي البلد فيه ولا لأ، هيتحدى خلال 50-100 سنة ولا لأ، ولا الموضوع في وقته. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أيضا، سيد شريف الخريبي الخبير الاقتصادي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك أستاذ شريف. رئيس الجمهورية كأحد الحلول التي قدمها للسيطرة على الأسعار مسألة إنشاء أسواق للجملة، وأوضح أن الدولة بتتحرك من خلال برنامج سريع لإنشاء هذه النوعية من الأسواق بهدف جذب تجار الجملة إليها. إلى أي مدى ترى وجاهة هذا الطرح وإمكانية تحقيقه وتعامله مع ارتفاع الأسعار؟ الحقيقة تاريخيا مصر كانت من أوائل الدول اللي يمكن في أفريقيا اللي كانت نجحت في هذا الاتجاه. كلنا فاكرين سوق رود الفرج زمان ثم أسواق العبور الآن، ولكن ما يهدف إليه السيد الرئيس هو أن تكون هذه الأسواق مجهزة ومرتبة لتعامل المستهلك العادي وليس فقط تجار التجزئة للذهاب للأخذ من تجار الجمل. يعني هذه الأسواق هي نقدر نقول عليها أسواق البيع بسعر الجملة للمستهلك، ودي بتتميز بأن أولا المساحات المطلوبة ليها ما بتكونش كبيرة، نمرة اثنين توزيعها الجغرافي داخل المدن ممكن تكون في المدن الكبيرة من 5 إلى 6 أسواق والمدن الصغيرة من سوق إلى سوقين، وأيضا كل مجموعة من القرى ممكن أن يتم إنشاء مثل هذا السوق. هو الهدف الأساسي هو السيطرة على الأسعار بحيث ألا تكون هناك زيادة غير منطقية يعاني منها المواطن المصري. هذا الرئيس في كل توجهاته هو هدفه المواطن المصري. اللي حصل في العالم كله بعد العملية العسكرية الروسية وبعد العقوبات الغربية اللي هي أساس زيادة الأسعار في العالم كله، الحقيقة أصبح هناك انفلات في الأسعار وأصبح هناك زيادات قد يكون لها مبررها، ولكن هناك أيضا زيادات بترتبط بجشع بعض التجار وبجشع بعض مستغلي الظروف. الهدف من هذه الفكرة هو القضاء على الفئة الثانية وأن يكون هناك الأسعار الإزازات الترداد نتيجة لأسباب منطقية وحقيقية، والسيطرة عليها من خلال هذه الأسواق أن يكون هامش الربح من للمستهلك العادي يكون قليل، لأن هيتبيع بسعر الجملة وبالتالي يقل تأثير ارتفاعات الأسعار على المواطن العادي. عظيم. طيب في السياق ده السيد رئيس الجمهورية أشار إلى أنه تم افتتاح سوقين في مدينة نصر وسوقين آخرين في مصر الجديدة وثلاثة أو 4 أسواق في المطرية والمرج، ومن الممكن تنفيذ من 10 إلى 15 سوق في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات في الأراضي الخالية في هذه الأماكن، لافتا إلى أنه في حالة امتلاك المواطنين لهذه الأراضي فستدفع الدولة مقابل الانتفاع بها حتى نهاية الأزمة. الفكرة هنا أحد أبعادها هو استغلال المساحات الخالية أو بعض الأراضي الخالية في بعض المحافظات، ده نقطة رئيسية في الفكرة دكتور شريف أليس كذلك؟ بالطبع، وبعيدا عن الأراضي الزراعية، يعني هي يجب أولا أن تكون هذه المناطق الخالية هي مناطق أرض بور، يعني مناطق ليست لا تزرع الآن، بحيث أنه عملية إهدار أي سنتيمتر من الأراضي الزراعية الآن أصبح غير مقبول، وهناك عقوبات شديدة. يمكن السيد الرئيس دائما وأبدا يشير إلى هذه النقطة أن الأرض الزراعية هي صمام الأمان ليس للحاضر فقط ولكن للمستقبل أيضا، وكفانا إهدار في هذا الجانب. فطبعا أي منطقة تكون خالية تكون أرض ليست مزروعة سيتم تخصيصها لهذا المشروع، وحيكون هناك الحقيقة يعني مشاركة فعلية ما بين أجهزة الدولة المتمثلة في وزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختلفة، وأيضا
جهاز حماية المستهلك والمواطنين. عظيم. أنا في هذا السياق أنا الحقيقة عندي اقتراح، لأن في ظل أزمة الغذاء اللي موجودة حاليا أنا بقترح أن يكون هناك وزارة لي يطلق عليها وزارة الأمن الغذائي، بتضم وزارتي الزراعة والإنتاج الحيواني والتموين والتجارة الداخلية، وأن هذه الوزارة بيكون لها خطط محددة تتمثل نمرة واحد زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية بكل السبل وبشتى السبل، نمرة اثنين التقليل من الاستيراد، نمرة ثلاثة توفير السلع الغذائية للمواطنين بأقل الأسعار ومن أفضل مصادرها، وإن إذا كانت هناك حاجة للاستيراد فيجب أن يكون في أضيق. طب دكتور شريف، هنا من يستمع إلينا الآن يعني قد تبدو الأزمة مرتبطة بجشع بعض التجار، ونضع 100 خط تحت بعض التجار، وكأنه الأزمة غير يعني مرتبطة بمسألة توفر السلع في الأساس. لا، هو حضرتك في زي ما احنا انا ذكرت في البداية في بعض السلع اللي فيها مشكلة ومشكلة معروفة للجميع على مستوى العالم كله، أهمها القمح مثلا على سبيل المثال، لكن هناك بعض السلع الأخرى ما فيش أي تغير في ظروف إنتاجها. اللهم لما حصل زيادة في أسعار بعض السلع ومصادر الطاقة فالناس بتزيد، وياريتها بتزيد الأسعار بنفس نسبة الزيادة في مصادر الطاقة أو الأسعار السلع الأخرى، ولكن يعني وصلت الزيادات لخمسين وستين في المية، وبالتالي هنا دي اللي مرتبطة بجشع التجار، ودي الحقيقة المسؤولية مزدوجة، المسؤولية على المواطن اللي بيقبل أن يشتري بهذه الأسعار ولا يقوم بإخطار جهاز حماية المستهلك أو الأجهزة الرقابية، وأصبح الإخطار من أسهل ما يمكن من خلال رسالة واتساب. جميع الجهات الرقابية لها أرقام ترسل لها بالشكوى بتاعتك، وحيتم متابعتها والتحقق منها ثم إعطاء العقاب اللازم للتاجر الجشع. والناحية الثانية هو أن أيضا يجب أن يكون هناك حلول بديلة، ويمكن حل المشاكل البيع بسعر الجملة هو ده البديل، وأذكر هنا منافذ بيع الأسماك اللي موجودة لأحد شركات الدولة قامت بعملها شركة وطنية في كثير من المناطق وأحياء الجمهورية، دي ساهمت بشكل كبير في تخفيض أسعار الأسماك وكل المنتجات البحرية، وكانت سبب رئيسي في أن يكون هناك نقدر نقول يعني تحديد لمستوى الأسعار وتوفر هذه السلع بالجودة المناسبة وبالسعر المناسب. طيب، وزارة التموين في السياق ده يعني طبقا لبعض التقارير الإخبارية تتحدث على أنه ربما تتجه للاستعانة بالخبرة الفرنسية في أسواق الجملة. إذا كان لحضرتك يعني من تعقيب على هذه الخطوة، وهل يعني فرنسا لها باع طويل ولها سمعة يعني جيدة على امتداد العالم في مسألة أسواق الجملة وما شابه؟ والله أنا أفهم الاستعانة في الخبرة الأجنبية في أي أمور تكنولوجية في تطوير الصناعات، لكن الاستعانة بخبرة أجنبية في إنشاء أسواق الحقيقة دي حاجة غريبة جداً، وانا الحقيقه مستغرب من. طب انت حضرتك سمعت عن الموضوع ده قبل كده ولا اول مره تسمع عنه؟ لا، انا سمعته الحقيقه يعني، ما سمعته يعني سمعته في بالنسبه لمصر، سمعت الموضوع ده النهارده. فالحقيقه هذا الخبر يعني انا اعتقد ان ده لو حقيقي يبقى ده نوع من التصرفات والقرارات غير المفهومه، واعتقد ان قد يكون سيء فهم مضمون الخبر نفسه، لان فرنسا ايه اللي هتدينا خبره في انشاء اسواق جمله؟ لو هي بتتكلم عن الامور التكنولوجيه والاداره التكنولوجيه للاسواق من خلال ربطها بقواعد بيانات وقواعد مستهلكين وخلافه، احنا عندنا شركات تكنولوجيا معلومات واتصالات في مصر الحقيقه وصلت الى درجه ممتازه من الخبره والتقنيه. نعم. وما اعتقدش ان احنا في حاجه الى الحصول على خبره خارجيه في هذا المجال. طيب، السؤال الاخير يعني ربما حضرتك غير معني بيه بشكل مباشر، لكن لو عندك معلومات عنه يا ريت يعني
يعني أهم الأماكن الموجودة في مصر اللي بحاجة لتحرك سريع لإنشاء هذه النوعية من الأسواق، أسواق الجملة اللي سيد رئيس الجمهورية يعني تبنى هذا الطرح وتبنى هذه الفكرة. أنا بعتقد أن السؤال بتاع حضرتك إجابته في مشروع حياة كريم. يعني أهم الأماكن هي الأماكن الأكثر احتياجا، وبكل أسف بتجد أن التجار في الأرياف أكثر جشاعة من تجار القاهرة. نقص المعلومات ونقص طريقة التواصل مع الجهات الرقابية بيجعل أن الساحة خالية تماما لجشع بعض التجار، ثم بيتحول إلى كأنه مرض فيروسي بينتشر بسرعة، التاجر ده رفع أسعاره، التاني بيرفع، التالت بيرفع، وهكذا. وبالتالي الأماكن اللي هي المطلوب تنفيذ هذا المشروع فيها بشكل مهم هي أو بشكل سريع هي المناطق المرتبطة بمشروع حياة كريمة اللي هي في الريف المصري اللي بيغطي 60% من سكان مصر. شكرا جزيلا لك يا دكتور، دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك. نصل معكم في هذه التغطية الإخبارية إلى آخر ما بين أيدينا من ملفات تطورات الأوضاع في أوكرانيا. فقد أصدرت محكمة في كييف حكمها بالسجن مدى الحياة على الجندي الروسي البالغ من العمر 21 عاما الذي أدين بقتل مدني أوكراني، الأمر الذي اعتبرته المحكمة جريمة حرب. وأقر فاديم شيشمارين في وقت سابق أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيا يبلغ من العمر 62 عاما في شمال شرق أوكرانيا في أول أيام العملية العسكرية الروسية. أما على التطورات الميدانية فيواجه الأوكرانيون وضعا يزداد صعوبة في دونباس شرق أوكرانيا، حيث تشدد موسكو القصف عليها على مدار الساعة، كما تحشد كل القوات الروسية في منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين. وضع شديد الصعوبة يواجهه الأوكرانيون في منطقة دونباس، حيث تقصف موسكو مدينة سيفيريودونيتسك في لوغانسك شرقي أوكرانيا على مدار الساعة، والتي تشكل نقطة محورية في معركة دونباس، فيما سيطرة القوات الروسية والانفصاليون على 95% من أراضي لوغانسك وفقا لوزارة الدفاع الروسية. وأعلنت موسكو أن قواتها هجمت مراكز التحكم والقوات الأوكرانية بالإضافة إلى مخازن الذخيرة في دونيتسك ولوغانسك بصواريخ عالية الدقة خلال 24 ساعة الماضية. في المقابل أعلن الجيش الأوكراني على فيسبوك مقتل ما لا يقل عن 7 مدنيين وإصابة 8 في قصف استهدف 45 بلدة في منطقة دونيتسك. من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلنسكي أن حياة العشرات من المدنيين في شرق أوكرانيا مهددة. اليوم ما بين 50 إلى 60 من الناس قد يموتون في شرق البلاد أكثر الجبهات صعوبة. إنهم يدافعون عن بلادنا واستقلالنا، ويتحدث العالم أجمع عن مقاومتنا، الكل يتحدث عنها، ونحن بالأخص نشعر بها بقوة. وتشدد موسكو القصف على دونباس، حيث تحشد الوحدات التي انسحبت من منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، والقوات التي فرضت الحصار على منطقة ماريوبول بجنوب شرق البلاد، ومقاتلي منطقة دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، والقوات الشيشانية، وتعزيزات استخدمت من سيبيريا وأقصى الشرق الروسي. وتواجه مدينة سيفيريودونيتسك المصير ذاته الذي حل بماريوبول، المدينة التي تحولت إلى خراب بعد أسابيع من الحصار، حيث أصبحت أحياء كاملة مجرد حطام وركام، فيما تشهد المباني المتبقية على القصف المكثف بالصواريخ والقذائف، كما فر مئات آلاف السكان من المدينة وقتل الكثيرون فيها من دون أن يكون من الممكن إحصاء أعدادهم حتى الآن. أحد بعد هذه الأزمة أزمة روسيا وأوكرانيا تأثيراتها الممتدة على الغذاء على امتداد العالم كله، الطرفان يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن إحداث أو حدوث هذه الأزمة وتداعياتها. أتحدث عن أزمة الغذاء. في هذا السياق الكريملين أشار إلى أن الغرب تسبب في هذه الأزمة أزمة الغذاء العالمية بفرضه أشد العقوبات في التاريخ الحديث على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وأضاف الكريملين أن الرئيس فلاديمير بوتين يتفق مع تقييم الأمم المتحدة بأن العالم يواجه أزمة غذائية
قد تتسبب في مجاعة بعد أن كانت روسيا دائما دولة مصدرة للحبوب. هكذا بدت لنا أهم ملامح العالم حتى هذه اللحظة من خلال هذه المتابعات الإخبارية لأهم الملفات المثارة على الساحة. ابقوا دائما مع شاشة قناة النيل للأخبار لمتابعة تطورات الأحداث أولا بأول. إلى اللقاء.